لكم شوف الرشاقة، هدف ما تشوفه كثير، كرة مقصية صعبة جدا. أي براعة أي دقة يا عيني على الإعادة. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. تدخل بشكل سليم، خلص الكرة، يستعيد الآن. جيمي فاردي، تصدي مثالي للكرة الرأسية. مارتينيز، رايس ميرتنز، لوتارو مارتينيز ينطلق بالكرة في العمق، كرة باتجاه الحارس يمسكها بسهولة. سيرجيو أغويرو، تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. ترايس ميرتنز، الله على الفدائية من المدافع، شف اعتراض الكرة الماضية. ملعوبة إلى صلاح في الجناح، استخلاص الكرة وإيقاف المحاولة. جوميز، درايس ميرتنز ممتاز في قراءة اللعب. حكم يشير إلى مخالفة، ستنفذ الآن من مكان قريب جدا وخطير. فرصة خطيرة لباولو ديبالا، نعرف قدراته، نعرف إمكانياته في هذه الكرات. تغيير اتجاهها والكرة تخرج إلى ركنية. ركنية في البوكس من ديبالا. أوهو، على هذه الكرة تدخل مثالي في الوقت المناسب. شوف منع الكرة من الدخول، غيرت الكرة اتجاهها، خدعت الجميع، فرصة بتضيع. سيرجيو أغويرو، ماذا سيفعل الآن؟ دقيقتين يحتسبهم حكم المباراة كوقت بدل ضايع. بيعدي بالكرة، بيروح فيها مارتينيز، جميل الكرة البينية، الله على المطرة. تقدم مستحب في النتيجة بعد عدة كرات، عدة فرص، عدة محاولات، سيطروا على المباراة، فرضوا أسلوبهم، طبيعي أن يسجلوا هذا الهدف وهذا التقدم. يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. الشوط الأول ينتهي 2-1. نعود لانطلاقة الشوط الثاني من ملعب واندا متروبوليتانو. ديلي ألي، أنطونيو روديغر، سوكراتيس، كريستيان بوليسيتش. في اتجاه أغويرو، كانت عرضية ملعوبة بطريقة ممتازة لكن مرت بسلام. باولو ديبالا، يا سلام، كرة بالكعب، بيمر من المدافع، الله على اللقطة، يا سلام على المرور. عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم، فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب، رؤية ممتازة للملعب، خطيرة الآن، رائع جدا حارس المرمى، تعامل مثالي في موقف بطولي 1-1، تصدي ممتاز، ردة فعل، تحرك، فرصة أمام المرمى. هدف بيريح الأعصاب، هدف بيزيل التوتر، هدف بفارق الهدفين، مزيد من الراحة، الأمور لم تنتهي لكنها اقتربت الآن. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود الآن من نقطة البداية. سيرجيو أغويرو،
كريستيان بوليسيتش يستعيد الكرة بهذا التدخل تحت الضغط الآن. لو سيلسو سيرجيو أغويرو كرة بعيدة عن الجميع بعد هذا التدخل يلعب الكرة بدقة كبيرة بالملي يا سلام ميرتنز بيرسل الكرة بينية هيكتور بيلارين جيمي فاردي عمل جيد في قطع الكرة يتقدم بالكرة فرصة خطيرة لم يفقدوا الأمل ما زالوا يحاولون هذه المرة كانت قريبة القادمة قد تكون في الشباك تمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة مارتينيز يملك تمريرات ساحرة نظرة كاشف الملعب نادرا ما يخطئ الله على التدخل المثالي شوف كيف خلص الكرة شوف الاحتكاك البدني شوف محاولة استخلاص الكرة لوتارو مارتينيز يا سلام على التدخل بدون مشاكل سيرجيو أغويرو تمرير على الطرف عند الكرة في مكان خطير عرضية في المنطقة يا رب كرة في المرمى من جيمي فاردي لا يتردد يعرف طريق المرمى